الأفق وردي كان أم من أشعة بلون الذهب، أمل بإشراقة أجمل في الضياء التالي. وجامعة السلطان قابوس في كل عام تستقبلكم عند أول الفجر وتودعكم عند رحيل الأفق، تعلن النجاح والتفوق عنوانا للمرحلة، وترافق خطاكم المسرعة عند حدود الآمال. وعند لحظات التخرج نطير معكم على أجنحة الشوق للإرادة الأمنيات وللنجاح المدى. أنا البحر، الحقيقة والحلم، الوضوح والغموض، البداية والنهاية. أنا الصياد والنوخدة، الربان والغواص، أعرف البحر وأحفظ حكايته عن ظهر قلب. عمان أنا، بحار من نور تتلألأ على شطآن التاريخ، معرفة وعلما، محبة وسلام. النوخدة كنت ولا أزال أبحث عن جوهرة لا تشبه الجواهر. ستزور جميع البحار لتصل لجوهرة الجواهر، فهي جوهرة كل تاج وتاج جميع الجواهر. أبحث عن جوهرة من ضياء تكنز دررا من نور ومعرفة، تنتظم في أصدافها سبع من اللآلئ تزهو بسحرها الجميل. جوهرة من ضوء هي، تشع كل صباح من بحار الأمل، تنثر عطرا من حب ولآلئ من نور. للجوهرة التي تزين عمان في اتجاهات سبعة نروي حكايتنا ونبدأ الإبحار. جامعة السلطان قابوس، درة الجواهر، منارة للفكر والثقافة على أرض عمان. جوهرة تكنز سبعا من اللآلئ يشع لمعانها إلى جميع أصقاع الدنيا. تفاصيل حكايتها تختزل التاريخ بكلمة واحدة، هي الإرادة. الإرادة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله، حين وعد أبناء شعبه بإنشاء جامعة السلطان قابوس، فكان الحلم الذي بات حقيقة. ومنذ العام 86 وتسعمائة وألف بدأت جوهرة عمانية من معرفة وفكر تشع عبر سبع من اللآلئ الثمينة. الطالب خالد بن سالم بن محمد الشامسي حصل على تقدير ممتاز من كلية الهندسة. في العام 90 و900 وألف كانت عمان على موعد مع الربان الماهر الذي يقود سفينة ازدهارها. وكانت جامعة السلطان قابوس على موعد مع التاريخ. إنها لمناسبة سعيدة أن نجتمع مرة أخرى في رحاب هذه الجامعة الفتية لنحتفل معا بهذا الحشد الكبير من الخريجين والخريجات في موكب للعلم حافل بالجلال. واليوم ها هي جامعة السلطان قابوس تجدد المسيرة وتحتفل بتخريج الدفعة 15 من طلابها وطالباتها. التخرج بالنسبة لي هو تتويج ل 17 سنة من الدراسة ومن الجد ومن الاجتهاد، 17 سنة من الأمل ومن الطموح للمساهمة في بناء هذا الوطن. أنا فخورة جدا كوني فتاة عمانية تخرج من جامعة السلطان قابوس كلية الهندسة تخصص الحاسب الآلي، وأتمنى أني أدخل غمار الحياة العملية وأواصل منجزات المرأة العمانية في هذا المجال. وها هي أجيال الوطن تستعد لخوض غمار الحياة مسلحة بالعلم والمعرفة، مؤمنة بالله والوطن والسلطان. تسعى في ركب من سبقها لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة من أجل وطن منح أبناءه كل الفرح والحب. لشباب وشابات عمان الذين ينطلقون اليوم ليكتشفون روعة الحياة وروعة العمل وقيمة الوطن.
نقول لأيامكم النجاحات، لأمانيكم الحياة، لحياتكم عناوين الانتصارات التي لا تتوقف. هذه فرحة الجميع في هذا المكان واستراحة بس قصيرة، ونعاود مرة أخرى بس إحنا في بث مباشر معكم ومحاولة أن نلتقي بمجموعة من الخريجين والخريجات أصحاب هذه الفرحة والفرحة الكبيرة. وكنا معكم في فيلم كان قصير وسريع، كان يبين أهم ملامح وإنجازات جامعة السلطان قابوس، ومن ضمن هذه الإنجازات هذه الكوكبة السنوية الرائعة اللي تتخرج من هذه الجامعة الرائعة.